حبايبنا الغوالي، ايامكم مباركه واهلا وسهلا فيكم بمطبخ المتواضع. اليوم بدي اطبخ لكم واعلمكم طريقه الششبراك على نفنفته واصوله. شغلته هينه كتير بس بلزمه طوله بال وتركيز. وندش الموبايل برات المطبخ، ما بنعين بالطبع والدن لمين زعق. بلزمنا لغدا 5 اشخاص، 2 كيلو جرام لبن، 1/2 كيلو جرام طحين، يعني مقدار 3 كاسات كبار، 1/4 كيلو جرام لحمة ناعمة لأنه ما بياكل لحمة كتير بالحشي هاد، وبصلة وسط، ملح وبهار طبعا، ومعلقتين طعام مطفحات كورن فلور يعني نشدرة مشان ما يفقس اللبن. ما توفر معكم حطوا بيضة مع اللبن على البارد بمشي الحال. كمان بلزمنا كزبرة يابسة، 2 معالق طعام أو 3 حسب رغبتكم، توم كمية بحبحة يعني شي راس أو أكتر. شوفوا كمية التوم شغلة بترجع لكم وحسب ما بتحبوا. نحن منحاول دايما نعطيكم الكميات الوسطية لأنه خير الأمور الوسط. هلا بقول لي المخرج أبو عبدو بلا تفصحي. نفرم البصلة على الناعم ومندبلها بقطرة سمنة أو زيت، وبس تدبل منضيف اللحمة ومنقلبهم مع بعضهم ومنرش الملح والبهار ومنتركهم لتستوي اللحمة. بس استوت اللحمة قلبوها على مصفي لحتى تبرد وتصفى منها السوائل اللي بقتها بالتقلاية. كتير مهم الحشوات اللي بتنحط بقلب العجين تكون ناشفة مشان ما تنزعلنا الشغل. هلا السوائل اللي طلعت خلوها على جنب رح نستفيد منها لاحقا. هلا ننتقل للعجينة. كتير كتير عجينة الششبرك درويشة وهينة وبسيطة، ما بدها معلمية طاول طاول. تنخلط طحين بقلب صحن. نخلط طحين كتير مفيد لتحضير العجاين. بعد نخلط طحين رشوله قطرة ملح وعملوله جورة أو حفرة بالنص وحطوا تقريبا 1/2 كاسة مي وعجنوه. وممكن تضيفوا قطرات مي إذا احتجتوا لحتى تتكون عندكم عجينة متماسكة، لا هي مريئة مثل تبعت المعروق ولا هي قاسية مثل عجينة السمبوسك. وطبعا الفيديو واضح ببين لكم سماكة العجينة تمام. العجينة المرقوقة وحطوا بقلبها فقسة لحمة وسكروها على بعضها كويس كويس، وبعدها لفوها بطريقة دائرية ولزقوا الأطراف ببعض منيح لحتى تصير عندكم برنيطة منظومة. Thank you.
صفوا البرانيط أو الششبركات الهيلات على صينية مرشوشة بالطحين وضلوا احشوا لبين تخلص كمية اللحمة كليته. هلا إذا خلصت اللحمة وزاد عجينة مدوها وقطعوها دوائر كبيرة أترى أو مثل ما بدكن وقلوها بالزيت ورشوا لها سكر وقرفة وترحموا على النينات وأكلاتهم الطيبة. منجي على طبخ اللبن كمان كتير شغلته هينة. حطوه بطنجرة يفضل تكون ستانلس ستيل وضيفوا عليه على البارد الكورن فلور أو البيضة واخفقوا كويس، وبس انخفى شالوا تحته النار ودشروا ليغلي. طبعا لازم تضل ايدكم فيه عم تحركوا، تعبتوا بالتحريك سخروا لكم حدا ياخد عنكم قطرة، المهم ما ينترك اللبن بدون تحريك. شي من غلى اللبن ضيفوا عليه شوي من كمية الثوم المهروس، وضيفوا كمان السوائل اللي طلعت من تصفية اللحمة بتعطيه كتير نكهة طيبة. زبطوا ملحوا حسب ما بيناسبكن كم تحريكة وقطفوا تحته. وصلنا لسوي الششبرك بالعادة وعلى طريقة أهل أول وطريقتي أنا، منسلق العجين على دفعات بمي مغلية مع قطرة ملح، شغلة 5 دقايق مو أكتر، تلاقوا الششبرك طافت على وش المي واستويت. بترفعون من المي فورا وبتحطوهم بقلب اللبن هيك لتخلص كل البرانيط، كم غلوة مع بعضهم بكون الششبرك هايف. هلا ان شفتوا اللبن تقيل وسميك خفقوه بقطرة مي من مي تسلق الششبرك لحتى يصير بالسماكة المقبولة، يعني ما لازم يكون ملبخ على بعضه ولا مريم مسفسق. هلا في طريقة تانية مستحدثة لسوي العجين، انه بشوهم بالفرن بدال السلق وبعدها بحطوهم بقلب اللبن وخلوهم يغلولهم كم غلوة. هاي الطريقة بصراحة انا ما جربته، بدكن تجربوها ما في مانع. خلصنا هلا من طبخ اللبن والششبرك انسلق ونحط بقلبه وغلو مع بعضهم كم غلوة، منصل بقى للكوية. قلبوا التوم المهروس بدهنة مثلية أو سمنة أو زيت نباتي حسب ما انتو بتحبوه، وبتضيفوا عليه الكزبرة اليابسة كمان كم تقليبة على نار واطية وطفوا تحتهم كل شيء إلا تلتدي الكزبرة، تنزعلكن الأكلة وبتضيع كل تعبكن تقليبة واخته. نصل للتقديم، صبوا اللبن والششبرك على جاط وزينوه بالكوية وتفضلوا يا جماعة الغداء صار هاير. بلبق جنبه كتير البصل الأخضر وش بتحبوا نعني من الخضرة، في ناس بتطبخوا جنبه برغل بشعيرية كتير بروح معه، ناس تانيين أنظم بياكلوا جنبه سمبوسك، ناس أنظم وأنظم حطوا بقلبه كم كباية ملقوزة بصير باشا وعساكره، بقى انتوا عملوا اللي بناسبكن. هلا بدي اعلمكن شغله خلوها بيني وبينكن، اذا مالكن خلق لشغل العجين وبدكن طبخه تخلص على السريع جيبوا معكرونه شكل الصدفه سلقوهن وحطوهن بقلب اللبن المسوي وحطوا على وجهن لحمه مقليه والكاويه وخلصنا. كل شي بهالدنيا له تشاره الا الموت وابو عبده، هدول بقى مالن حل طاول. عشني بس اعمل له لابو عبده الششبرك بالمعكرونه بيفتح لي دواوين امجاد امه وطبخ امه ونفس امه، الله يرحمك بترابك يا حماتي على هالتخلفة. يلا حبايبي موفقين بشغل الششبرك ومجاري الهنا والصحة والعافية إلهي. والله بعرف ما رح تلتهي بأمرك قد ما بتعطي علي ظلما وبهتانا، بس يلا الله يعطيك العافية ويسلموا الإيدين، أكلة طيبة وناهية ومنظومة.
أخوتنا وأخواتنا بنتمنى تشتركوا بقناتنا بالضغط على شعار القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الإشعارات بكل شي جديد.